أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سالت أجواء ربيعية في عموم مناطق المملكة، درجات الحرارة أيضا استمرت أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة: يسود الطقس رطب، فرصة تشكل الضباب الخفيف، 6 درجات مئوية، رطوبة مرتفعة، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد: نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 17 إلى 9 نفس الحرارة في عجلون، جرش 18 إلى 10 والمفرق 18 إلى 7 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى: الزرقاء 19 إلى 6، البلقاء 18 إلى 11، عمان 17 إلى 8، مأدبة 18 إلى 6، والبحر الميت 25 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية: الكرك 18 إلى 10، الطفيلة 17 إلى 11، الشبك 15 إلى 9، معان 18 إلى 5، والعقبة 24 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الشرقية: الأزرق 19 إلى 5، الصفاوي 20 إلى 4، والوشد 20 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا. ليلة سعيدة نتمناها للجميع، وإلى اللقاء.